رائدة الفضاء السعودية ريانا برناوي تنطلق في أولى الخطوات لبدء التجارب العلمية. زميلها علي القرني يوجه رسالة من الفضاء وتساؤلات تثير شكوكا حول حقيقة اتصال الإنترنت من خارج الكرة الأرضية. فما هي الحقيقة؟ حدث صنف بالتاريخي، فتح آفاقا لمرحلة جديدة في سجل السعودية بمجال الفضاء، وذلك بعد وصول كل من الرائدين علي القرني وريان برناوي إلى محطة الفضاء الدولية. اليوم وبعد أيام قليلة على انطلاق الرحلة، كشفت الرائدة والباحثة ريان برناوي عن انطلاقها في أولى الخطوات لبدء التجارب العلمية فيما يتعلق باستجابة الخلايا المناعية للالتهابات، وذلك باستخدام صندوق التجارب الحية. وفي السياق، أشارت برناوي بعد إرفاق صورتها بالتغريدة إلى الكرت الذي تلبسه، وعلقت بالقول: لقد حلقت بكرت جدتي إلى الفضاء، وهو ما لقي رواجاً كبيراً أوصل عدد المشاهدات إلى نحو 1,000,000 مشاهدة خلال ساعات قليلة. أما الرائد علي القرني ففضل توجيه رسالته عبر مقطع فيديو أعرب فيه عن سعادته لرؤية بلده في الليلة الأولى التي وصل فيها إلى محطة الفضاء الدولية. I saw my hometown the first night we arrived to the International Space Station. وفي وصف الكوكب، قال القرني إن مشهد الكرة الأرضية من الفضاء كان رائعاً وأنه يمنح الكثير من السلام، وختم بالقول: لا توجد حدود بين الدول ونحن أمة واحدة. تفاعل كبير لقاه كل من القرني وبرناوي، إلا أن البعض ذهب للتشكيك في حقيقة الأمر متسائلين: هل ثمت إنترنت في الفضاء؟ الواقع هو أنه وفي العصر الرقمي قامت ناسا بتطوير كفاءة اتصال محطة الفضاء الدولية بهدف مضاعفة معدل إرسال واستقبال البيانات، وهي تمتلك حالياً سرعة 600 ميجا بايت في الثانية. ووفقاً لموقع galaxy.org متخصص في أخبار الفضاء، يستخدم الرواد خلال تواجدهم داخل المركبات موجات الراديو للوصول إلى الإنترنت، وذلك لأن الغلاف الجوي لا يتداخل معهم، ويتم إرسال إشارة إلى القمر الصناعي الذي يتتبع الموقع المستخدم المحدد ثم يرسل المعلومات إلى المستقبل. أما عن الإنترنت الهوائي فهو يعمل من خلال إرسال إشارة عبر شريط تردد الموجات الصفرية للحصول على إشارة الهواء الخاص به، والذي ينقله فيما بعد إلى جهاز كمبيوتر مع من هم في الفضاء.